السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير. قرعة دوري أبطال أوروبا اللي كنا منتظرها صارت جاهزة قدامنا. كنا متوقعين بالتأكيد أكو مباريات قوية، خصوصا إذا عرفنا أنه الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 كلها جاية من الدوريات الكبرى، أما الدوريات الباقية اللي بأوروبا ما لها نصيب بدور الـ16. وهذه الحالة طبعا تحدث أول مرة بدوري أبطال أوروبا، وهذا دليل على أنه هذا الموسم دوري أبطال أوروبا بنسخة مختلفة وقوية جدا. كذلك متوقعين أنه أكو مباراتين أو ثلاثة على الأقل قوية، وهذا اللي صار وشفناه، خصوصا انه ريال مدريد تأهل بالمركز الثاني، لهذا كل المؤشرات كانت تقول انه اكو مواجهات قوية بدور الـ16. باعتبار انه النهائي باسطنبول كان ضيف الشرف للقرعة حميد التينتوب. حميد التينتوب كان يلعب البايرن ميونخ وريال مدريد، وكان فاله سيء عليهم بالقرعة. واول ما بدا التينتوب يسحب القرعة سحب اول مباراة كبيرة جدا، مباراة جماهيرية وقوية، دورتموند يلاقي باريس سان جيرمان، الذهاب دورتموند والاياب حديقة الامراء. دورتموند بالمواسم الاخيرة او هو معروف عليه بدوري الابطال قوي داخل ارضه وامام جماهيره. باريس سان جيرمان بهذا الموسم والسنين السابقة يعرف عليه انه هو خصم قوي، لكن غالبا ما يطلع بهيجي ادوار، لهذا هذه المباراة نعتبرها جدا صعبة، لكن منطقيا وعلى الورق انا اشوف انه باريس سان جيرمان راح يتأهل بسهولة امام دورتموند. دورتموند بهذا الموسم بالدوري الألماني أداء متواضع نوعا ما، يحتل المركز الثالث أو الرابع. كذلك بدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا انتظر للمباراة الأخيرة على مود يضمن التأهل، أما باريس سان جيرمان كان من أفضل الأوائل المتأهلين وحصد 16 نقطة بأداء جيد ومميز. هذه المباراة بالملخص هي نتاج لمواجهات خصم برشلونة المتأهل ويا برشلونة من مجموعته، والمتأهل ويا ريال مدريد كأول من مجموعتهم. يعني دورتموند لعب ويا برشلونة تعادل وياه وخسر، اما باريس فاز على ريال مدريد وتعادل. لكن كتوقعات اتوقع انه باريس سان جيرمان ما راح يواجه صعوبه بالتاهل الى دور الثمانية. المباراه الثانيه قمه من العيار الثقيل ما بين بطل ابطال اوروبا النادي الاكثر سيطره على هذه البطوله امام نادي مثل مانشستر سيتي كل طموحه انه يحقق هذه البطوله بهذا الموسم. ريال مدريد بهذا الموسم بدوري المجموعات وبالدوري الاسباني بدا بدايه ليست بالجيده، يعني بدايه كانت اكو تعثرات، بداها بخسارة مع باريس، وبالدوري الإسباني أيضا انطى هواي تعادلات ونقاط، لكن وضع اليوم إذا نتكلم عنه ريال مدريد بدأ يستعيد مستواه، بدأوا اللاعبين أكثر انسجاما من بداية الموسم. أما مانشستر سيتي كل متابع للدوري الإنجليزي اللي يشوف مانشستر سيتي يقول هذا مو مانشستر سيتي أبد، بدأ بمستوى جدا هزيل تقريبا بالمركز الثالث فرق 14 نقطة على ليفربول، وهذا الفرق ممكن راح يكون إيجابي بالمواجهة مع ريال مدريد. مانشستر سيتي مثل ما تعودنا بكل موسم من يجي يلعب دوري الأبطال يكون عنده منافسات أخرى، خصوصا الدوري الإنجليزي دوري صعب. أنا أتوقع أنه مانشستر سيتي منا للشهر الثاني إذا ظل الفارق 14 أو كثر راح يدخل مباراة ريال مدريد بأريحية، راح يكون تركيز غوارديولا واللاعبين اللي عنده على دوري الأبطال، لهذا المباراة راح أشوفها صعبة، خصوصا أنه ريال مدريد يبين بهذه السنة أنه منافس على الدوري ممكن على الكاس وأيضا دوري أبطال أوروبا، لهذا هذه المنافسة راح تكون صعبة، ممكن تكون بها هواية متغيرات منها الشهر الثاني، خصوصا الناديين عندهم إصابات ممكن يرجعون، يعني بيب غوارديولا عنده 3 أو 4 إصابات وده يلعب خط دفاعي مو ذاك الخط القوي. كذلك ريال مدريد يعاني من إصابات وغيابات، لكن منها للشهر الثاني هواية أشياء تتغير. إذا سألتوني هسه منو يتأهل، ريال مدريد لو مان سيتي، بهذه اللحظة أقولكم ريال مدريد راح يتأهل، لكن منها الشهر الثاني أنا أشوف الحظوظ متساوية بين الفريقين، لهذا أنا راح أحكم بنسبة 51% ريال مدريد راح يتأهل، وبنسبة 49% المان سيتي. أما المباراة الثالثة هي أتلانتا وفالنسيا، هاي المباراة اللي ما لها داعي أحد يشوفها وما لها داعي أحد يتابعها، ولا داعي أنه أحكي وأقول فالنسيا راح يتأهل أمام أتلانتا. أما المواجهة الرابعة فهي مواجهة من العيار الثقيل ما بين بطل أوروبا ليفربول وما بين أتلتيكو مدريد. ليفربول هو النادي المحلي الوحيد اللي للآن ما خسر داخل الدوري اللي ينتمي إليه، ما خسر هذا النادي، ما يتأثر بلاعب واحد أو بغيابات مثل ما تشوفوا، لأنه نادي دا يلعب حاليا بالمنظومة الكاملة، يعني إذا تكلم عن خط الوسط والدفاع والهجوم وحتى حارس المرمى متكاملين وما معتمد على لاعب واحد. غاب فيرمينيو ماني موجود، غاب ماني صلاح موجود، إذا غاب صلاح ماكو مشكلة يتأهلوا للنهاية عادي. بالإضافة إلى هذا كله ليفربول يمتلكون مدرب مميز ورائع ومن السهولة أنه تقدر تفوز عليه. أتلتيكو مدريد هو الآخر، عنده مدرب مميز مثل سيميوني، لكن حاليا أتلتيكو مدريد ما يقدم ذاك الأداء. مع هذا أنا أشوف أن المباراة جدا صعبة، أتلتيكو مدريد يمكن بأسلوبه يقدر يسجل
يسجل عليك هدف ويرجع دفاع ويسد الدنيا كلها ويقدر انه يتأهل، لكن منطقيا ليفربول راح يتأهل على حساب اتلتيكو مدريد. اما المباراة الخامسة هي نهائي دوري ابطال اوروبا 2012، تشيلسي ويا بايرن ميونخ. تشيلسي نادي اغلبه شباب حاليا، يدربهم مدرب شاب، امام بايرن ميونخ هذا النادي العملاق باوروبا، لكن هذا العملاق اليوم من دون انياب. هذا العملاق اليوم محليا يعاني، اذا تشوف الفريق كله ما بي نجوم، بي لاعبين يقدمون اداء لكن ما عندهم ذاك النجم اللي ممكن يشيل الفريق. صحيح تعودنا على بايرن ميونخ بهذا الشيء، لكن على الاقل كان عندهم لاعبين ثلاثه ممكن يوصلون الى مرحله تحت السوبر، ممكن انه يشيلون الفريق. لكن اليوم اللاعبين اللي عند بايرن ميونخ بيهم لاعبين جيدين ومميزين، لكن تحسهم اكو مشكله بيهم الى حد الان ما منسجمين، ولهذا محليا يعانون. صحيح باوروبا قدموا دور مجموعات مميز وجيد، لكن مو هذا بايرن اللي نعرفه. المقابلة أمام تشيلسي، النادي اللي كان متوقف عن التعاقدات ومدرب شاب جديد مثل لامبارد، أنا أشوفها تمير الصالح. بايرن ميونخ بالرغم من كل شيء بايرن ميونخ راح يتأهل. المباراة الأخرى اللي أجتي ليون ويوفنتوس، هاي المباراة لازم نسأل بيها، رونالدو حيسجل هاتريك بدور 16 لو لا؟ هاي المباراة منتهية قبل ما تبدي حسب ما أشوفها، يوفنتوس راح يتأهل بسهولة إلى دور الثمانية. أما المباراة قبل الأخيرة توتنهام ولايبزيج الألماني، هذا النادي اللي ممكن قبل سنتين ما حد كان يعرفه، لكن خلال السنتين الأخيرة تطور وقام يقدم أداء جيد. أنا مو كلش متابع الدوري الألماني، لكن أعرف أنه عندهم لاعب هداف برصيده إلى الآن 16 هدف، بالإضافة إلى أنه الأندية الألمانية تمتاز، عندهم روح قوية وممكن يحققون مفاجأة. لكن المفاجأة قدام توتنهام أنا أشوفها مستبعدة، لأن توتنهام حاليا بطور إعادة البناء. توتنهام ذاك الموسم وصل للنهائي بمدربه اللي استقال وإجاهم مدرب مورينو. مورينو منه شهر أو شهرين راح يعيد حسابات توتنهام، وأغلب الظن أنا أشوف أنه مورينو راح يرتب أكثر من أوراق توتنهام، لهذا أنا أشوف توتنهام أقرب للتأهل من النادي الألماني. أما المباراة الأخيرة نابولي وبرشلونة، هاي المباراة اللي بيها أشياء ومعاني لليونيل ميسي. ليونيل ميسي راح يروح يطير النابولي يلعب بالملعب اللي اشتهر به مارادونا، بأرض مارادونا راح تكون مواجهة ما بين النادي الإسباني والنادي الإيطالي، وذكريات برشلونة الأخيرة ويا الأندية الإيطالية أبداً مو جيدة. مو بس هيجي، لا تنسون هذا اللاعب. لكن بالرغم من كل شيء ما أتوقع حدوث مفاجأة بدور 16 خصوصا الأياب في إسبانيا. برشلونة يمتلكون مجموعة جيدة ومميزة، ومنها للشهر الثاني راح يتطورون أكثر، حارس مرمى جيد، خط وسط بمهاجمين جيدين. أما خط الدفاع منها الشهرين تتعدل وضعيته، وهو قادر على أن يعبر نابولي بخط دفاع الحالي. لكن لا ننسى أيضا نابولي مو خصم سهل، نابولي هو النادي الوحيد اللي حاليا بهذه السنة قدر يفوز على ليفربول، يعني الخسارة الوحيدة بالمجمل ليفربول بدوري الأبطال هي من نادي نابولي. نابولي أيضا خصم مو سهل، ومرات الحجارة اللي ما تعجبك تفشخك، لكن نرجع ونقول أنه نابولي أقاد المدرب ماتو حاليا جاتوزو هو اللي استلم التدريب. جاتوزو ما أشوف ذاك المدرب اللي ممكن أن يحرج برشلونة، والنادي ماتو ممكن قادرين على أن يحرجون برشلونة، هذا الشيء مستبعد. لهذا كل الأمور تشير وتوقعاتي إلى تأهل برشلونة بهذا الدور على حساب نابولي. هاي توقعاتي بالنسبة للمواجهات بدور 16 دوري أبطال أوروبا. إذا سألتوني أقوى مواجهتين هي مواجهة ريال مدريد ومان سيتي، المواجهة اللي بعدها القوية ليفربول وأتلتيكو مدريد. اكتبوا لي بالتعليقات أي مباراة هي الأصعب شفتوها بالقرعة. أشوفكم بخير يا رب، مع السلامة.